السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه ديالي دائما الهام شانيل. جيسبر ان شاء الله تكونوا كاملين وكاملات بالف خير وصحه. الفيديو ديال اليوم غادي يكون عباره عن وصفه لازاله الشيب من الشعر بمكونات جديده، وصفه جديده على القناه ديالي دائما الهام شانيل. نتمنى حتى يتنال الاعجاب ديالكم. كنت ديجا درت لكم بزاف ديال الوصفات اللي حتى هما كانوا زوينين وعجبوا بزاف ديال السيدات، وحتى هذه نتمنى تصدق لكم وتكون زوينه على الشعر ديالكم. ودابا غادي ندوزو المكونات وطريقه التحضير. دونك اول مكون البنات غتحتاجوا ليه هو القرفه، غتحتاجوا ايضا الاما اتاي او لا الماء ديال الباربه، ياغورت يكون مسوس، وغتحتاجوا الماء ديال الخرشف. هذا هو الماء ديال الخرشف البنات. البنات اللي سولوني في واحد الفيديو قالوا لي كيفاش كيكون يتوسا، دونك هذا هو الماء ديالو. انا يلاه عصرته، ويلاه يعني ماشي عصرته، وانما غليت الخرشف حتى صبح الماء ديالو على هذا اللون هذا، وكيصبح على هذا الشكل هذا. دونك فوالا. وايضا غتحتاجوا الحنه. كونوا متاكدين في هذه الوصفه هذه غادي تصدق لكم، لانه فيها الحنه، والحنه ما غتصبغش لكم باللون البرتقالي، كونوا متاكدين. دونك فوالا، دابا غادي ندوزوا لطريقه التحضير. غتحتاجوا شي اناء باش تخلطوا فيه الكل. دونك فوالا، انا غادي نوضع هنا معلقه ديال الحنه، ما تكونش عامره بزاف لانه غادي نستعملوها، داكشي علاش غادي نطبقها لكم. وغتحتاجوا لواحد شويه ديال القرفه فوالا، وغناخذ شويه ديال الياغورت، نص معلقه ولا معلقه، الكميه كتبقى على حسابكم. وايضا غناخذ واحد الكميه ديال الخرشف فوالا. غناخذها كامله كاع، لانه خديت هنا جوج معالق كبار، وحتى هذه غادي نستعملها تقريبا واحد النص اللي هو الماء ديال الباربه اولا اتاي. دونك فوالا، وغادي نخلط الكل. غنخلط الكل ومن بعد رجع لي. دونك فوالا البنات، بعد ما خلطت المكونات كاملين كيف ما شفتوا معايا، وضعت معلقه اولا نص معلقه ديال القرفه، وضعت معلقه واحده ديال الحنه، ولكن نتوما ممكن تضعفوا الكميه الا كان عندكم شعر طويل، ولا كان عندكم يعني ممكن تستعملوها مع افراد اخرى ديال العائله ديالكم، ممكن تزيدوا الكميه دائما. انا فقط درت الكميه اللي غادي تناسبنا حنا، وضعت واحد المعلقه ولا نص معلقه ديال ياغورت ديال طبيعي يكون مسوس، وخديت الماء ديال الخرشف، وضعت جوج معالق كبار، وضعت الماء ديال الباربه واحد نص معلقه اولا معلقه كامله، حتى صبح ليا على هذا الشكل هذا. انا غادي نوريه لكم فوالا، ما بغيتوش يكون ثقيل بزاف، دونك بغيتو على هذا الشكل هذا. نتوما ممكن يعني تستعملوه ثقيل، وممكن تستعملوه يكون يعني جاري شويه على حساب الرغبه ديالكم نتوما. دونك فوالا البنات، جيسبيغ هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. هاد الوصفه مجربه ومضمونه، وديما تستعملها الوالده ديالي، ودابا يعني حاليا غادي تستعملها، داكشي علاش طبقتها قدامكم باش تشوفوها اكثر واكثر. وفوالا كيف ما قلت لكم، كتصبح على هاد الشكل هذا. واخا كيبانوا لكم دوك الكريات ديال القرفه وديال الحنه، ماشي مشكل، مخلط يعني ديجا هي مخلطه فوالا، وكنطبقوها على الشعر ديالنا. ممكن تعملوها ثقيله، ممكن تضيفوا كميه ديال الحنه اكثر وكميه ديال القرفه اكثر الا بغيتوا. اي فوالا فوالا البنات، جيسبيغ هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وتجربوها وتردوا عليا في خانه التعليقات. كنتسنى تعليق ديالكم، كنقراها بكل فرح وكل سرور، وكيشرفني انني نقرا تعليقكم الغزاله الحلوه اللي كتكون كلها يعني كلها فرح وكلها سرور. شكرا لكم كاملين وكاملات على الدعم ديالكم وعلى المسانده ديالكم وعلى تعليقاتكم الغزاله بحالكم. ما تنساوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس، وايضا تعملوا اشتراك للقناه تحت من القناه، كاينه واحد الكبسه سبسكرايبرز او لا كبسات الاشتراك، ما تنسوش تكبسوا عليها كومسا توصلوا بالجديد ديالي. وايضا ما تنسوش تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، هي اوسي لاباج اوفيسيال فيسبوك، اوسي انستغرام ديالي، كلشي المعلومات في صندوق الوصف. كنبغيكم بزاف، السلام عليكم.